الحقيقه دي المره ال41 لعمل الميلود المقدس في كنيستنا القبطيه البرثوذكسيه بدايه من البابا اثناسيوس الكبير حتى البابا تودروس الثاني في المره الرابعه في حضريه بابا تودروس الثاني. زيت الميلود بيمثل اهميه كبيره في كنيستنا القبطيه لانه هو امتداد لوضع ايادي الاباء الرسل واستكمالا للعمل الرسولي وحلول الروح القدس على الاشياء وعلى الرسامات وعلى تقديس وتكريس الكنائس وده وفي المعموديات وسيت بيسموه سيت البيت اللي بيتم عمله وطقسه وممارسته في سر المعموديه وبالسر الكامل لدخول المعمدين الى الايمان في كنيستنا الارثوذكسيه عموما. في الحقيقه اهتمام الكنيسه بذات الميرون ده اهتمام رسولي امتد للبابا اثناسيوس زي ما انا قلت وصولا للبابا تودروس، والبابا تودروس بحكمته الرشيده واضاف بعض دخول التكنولوجيا في العصر واستخدمها استخدام ماهر لكي يتم عمل الميرون بشكل في كفاءة عادية واستدامة. عشان كده قداسته لما عمل الميرون عمله بالتركيزات المطلوبة وال 27 مادة زي ما هما وضغط الوقت بحيث ان يكون في توفير للوقت وتوفير للطاقة وتثبيت لبعض المواد العطرية الموجودة المستخدمة، وبالتالي ده إضافة كبيرة جدا للكنيسة وامتداد لعمل الآباء الرسل جوه الكنيسة. كمان الجميل إنه ابتدى ياخد كمان مع طقس قدس الميرون عمل الميرون إنه يقوم في بدايات الصوم، فهياخد صلوات الصوم المقدسة وأداداتها كلها وتنحط الخميرة المقدسة في شم النسيم وتتوزع بالتسابع على الميزة الموجودة في الكرازة المصرية بوقع تقريبا 6 كيلو كل أبرشية يعني 600 من الميرون وما يعادلها من زيت الغيرون، وبالتالي بالحسابات تبقى تتجدد كل 3 سنين زي ما سيدنا البابا بيعمل يعني. لو قلت كمان اتكلمنا اكتر عن استخدامات بقى زيت الميرون المقدس في كنيستنا القبطيه والزيت بعد ما بيتم طقس يعني صناعته او كده بيتنقل ازاي لكنايسنا برضو خارج مصر خلال الفتره اللي جايه. هو زيت الميرون في الكنيسه القبطيه بيشير لبديل وضع الايدي التلاميذ، حتى كده في السامرة لما سمع الرسل انهم قبل المعمودية قالوا ولا اخذنا روح قدس ولم ناخذ روح قدس في يوم التلاميذ وضعوا الايادي عليهم عشان ياخذوا الروح القدس. لما امتدت البشارة وامتد عدد التلاميذ وابتدت المسكونة كلها تستنير بنور المسيح كان ضرورة موجودة مع الاباء الرسل والاباء المبشرين ان ياخذوا من الاطياب على كفن المسيح ويبتدوا يدهنوا بزيت الميرون بديل لوضع ايادي الاباء الرسل. وبالتالي زيت الميرون اصبح زيت خاص بسر التثبيت في الكنيسه هو السر الثاني، ايضا خاص في تدشين الاواني، تدشين الايقونات، تدشين الكنائس، تدشين المذابح، تدشين المعموديات، له اهميه كبيره لانه بيعطي مفعول الروح القدس نفسه في الحجر والبشر. الحجر حينما يتقدس بالميرون بتتقدس وتكون مخصصه ويحل السكن فيها، وايضا الايقونات حينما تتقدس انك اجعل هذه الايقونه ميناء للخلاص والشفاء لكل من يلمسها فبتكون فيها روح الله وعمل. الاواني المقدسه ايضا لا يمكن استخدامها الا ايضا خلال استخدام بتدشين الميرون. فسر الميرون له اهميه كبيره تكمن اهميته كمان انه بيوضع منه في سر المعموديه وزيت الغنيلون موجود في سر المعموديه وبيثبت المعمد في
الميرون ب 36 رشمه لكي يتقدس كل كيان. بالتالي زيت الميرون زيت مهم جدا في الكنيسه، لانه هو اللي بيدل على مسحه الروح القدس. صحيح. لو اتكلمنا وتسابونا عن مدة صناعة زيت الميرون وقداسة البابا كل 3 سنين بيشوفوا بيقوم بصناعة وتقديس زيت الميرون، ليه زيت الميرون بيتقدس وبيتعمل كل 3 سنين؟ هو في تاريخ الكنيسة مفيش مدة معينة مفترضة أو متساوية معينة لـ3 سنين، ولكن في حرب زمنية 94 سنة و96 سنة و60 سنة و70 سنة لحد ما انتهاء الميرون. كده الأصح في بلغوا إن الميرون خلص في الإبرشيات بتاعته، ولكن إحنا بنتكلم في أكثر من 100 إبرشية دلوقتي. عدد المؤمنين كبير، والعدد الكبير بيبقى فيه استخدامات في الطقوس الكبيرة سر الميرون. فالميرون بيبتدي يكون في نوع من انواع ان هو بيخلص الكنايس نتيجه استخدام بعدد المؤمنين في الداخل والخارج.